السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئت اليوم لنتعلم معا كيف نتوضأ. قبل الوضوء لابد أن نذكر الله تعالى فنقول بسم الله، ثم نغسل كفينا جيدا 3 مرات، وينبغي أن ندخل الماء بين أصابعنا هكذا، ثم ندخل الماء إلى فمنا لنغسله جيدا هكذا. نفعل ذلك 3 مرات، وهذا الفعل يسمى بالمضمضة، ونجعل بعض الماء في أنفنا ونخرجه مرة أخرى. نفعل ذلك 3 مرات أيضا، وهذا الفعل يسمى بالاستنشاق والاستنثار، ثم نغسل وجهنا كاملا هكذا 3 مرات. وينبغي أن يشمل الماء الوجه كله من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، ومن أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن كما ترون، ثم نغسل يدينا 3 مرات من أطراف أصابعنا إلى المرفقين هكذا. نبدأ باليد اليمنى أولا، تليها اليد اليسرى، ثم نقوم بمسح رأسنا كله مرة واحدة، فنبدأ بالمسح من الأمام إلى الخلف، ثم من الخلف إلى الأمام كما تشاهدون، ويمكن أن نمسحه من الأمام إلى الخلف فقط إذا كان كثيفا، ثم نمسح أذنينا معا من الداخل والخارج مرة واحدة بالماء الذي مسحنا به رأسنا منذ قليل، ثم نأتي على الرجلين فنغسلهما إلى الكعبين جيدا 3 مرات. نبدأ بالرجل اليمنى أولا، ثم نتبعها بالرجل اليسرى.